السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك الفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم كيفية اغلاق باب اللابتوب دون ايقاف تشغيله. نعم، يعني مثلا لما تغلق باب الفرن تريد تبقى اللابتوب شغال يعني بدون ما يطفي. يعني في بعض الاحيان تريد يعني مثلا تسوي شيء باللابتوب، تحمل برنامج وتريد تبقي الشاشة اللابتوب مغلق بدون ما ينطفي. الطريقة جدا سهل، راح بعطيك الطريقة نروح للشرح. طبعا هذا الطريقة تضبط على ويندوز 10 وويندوز 11، فنروح للشرح. اول شيء كل ما عليك انك تروح في قسم البحث للويندوز، اوكي، اكتب في البحث هنا الاي دي. بعد ما تكتب الاي دي راح يعطيك هذا الخيار البطارية، اضغط عليها. اوكي، هنا ناس ما تشوفون عندك عمودين، العمود اللي يكون البطاريه لما بدون لما مش متصل بالشاحن، والعمود الثاني اللي هو لما اللابتوب يكون متصل بالشاحن. اوكي، نروح لقسم الثاني اللي هو هذا الخيار. هذا الخيار هنا بتحصل خيار، تضغط على علامه الخيار، هذا الخيار ناس ما تشوفون هنا، تختار دي هذا الخيار، اضغط عليها. والخيار الثاني ايضا نفس الخيار. بهذه الطريقة لما يكون اللابتوب مش متصل بالشاحن، وايضا لما يكون متصل بالشاحن لما تغلق باب الفرن ما ينطفي. وبعد ما تضبط هذه الاعدادات الاثنين واضغط على سايف تشينج. بهذه الطريقة بامكانك ناس ما تشوفون تغلق باب اللابتوب بهذه الطريقة وتفتحه، يكون الجهاز مشغل ما ينطفي. تقدر تحفظ أشياء اللي تسويها، مثلا ترفع فيديوهات على اليوتيوب أو أي مواقع التواصل الاجتماعي، أو تسوي أشياء شغلك باللابتوب وتغلق باب الفرن بدون ما ينطفي، أو يزيل أشياء اللي تسويها في سطح المكتب. ناس ما تشوفون راح تحفظ كل شيء في جهازك في سطح المكتب بدون ما ينطفي. بهذه الطريقة بإمكانك تطفي تغلق باب اللابتوب بدون ما ينطفي الجهاز. وبس طبعا إذا كان متصل بالشاحن، وأيضا إذا ما كان متصل بالشاحن. إذا انطفى، إذا الشاحن خلصت استنزف البطارية فراح ينطفي. لازم تكون البطارية الشاحن في اللابتوب حتى إذا تحافظ على الجهاز اللابتوب قيد التشغيل حتى هو يكون الباب مغلق. وبهذه الطريقة اغلق باب اللابتوب بدون ما ينطفي. وبس، إذا عجبكم المقطع اضغط لايك الفيديو، إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. بس مع السلامة.